في أخبارنا الرياضية، اختتم المنتخب الوطني تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا غدا باستاد القاهرة الدولي في مباراة دور 16 لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو. ويسعى الفراعنة للفوز في مباراة الغد لاقتراب خطوة من التتويج باللقب الثامن. وكانت مصر حققت العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز على زيمبابوي والكونغو وأوغندا لتتصدر المجموعة الأولى. وأكد المكسيكي خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أن لقاء المنتخب أمام جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا سيكون صعبا للغاية، مطالبا الجماهير بدعم اللاعبين. وأضاف أجيري أن أهم ما يميز منتخب جنوب أفريقيا أنه من المنتخبات المنظمة بشكل جيد، مؤكدا أن لاعبي المنتخب سيقاتلون من أجل التأهل لدور الثمانية. وأشار أيضا إلى أن أداء منتخب مصر يتطور في البطولة ولا يواجه أي أزمة من الناحية البدنية، موضحا أن الضغوط التي يواجهها اللاعبون أمر طبيعي، خاصة وأن البطولة تقام في مصر وأنهم مطالبون بتحقيق اللقب. أهابت وزارة الداخلية الجماهير بالالتزام بإجراءات دخول استاد القاهرة الدولي لمشاهدة مباراة دور 16 من بطولة أمم أفريقيا بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا غدا، وأشارت إلى وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تستهدف أمن وراحة الجماهير، بما يؤدي إلى خروج المباراة بالشكل الذي يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها، وأيضا الحرص الكامل على أمن وسلامة المشجعين. وتؤكد الوزارة أنه تقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 12 ظهرا يوم المباراة، على أن تغلق الأبواب في الساعة 8 مساء، وأن يسمح بالدخول عقب هذا ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد، كما لن يسمح بدخول الاستاد إلا لحاملي الفان اي دي والتذكرة الخاصين بالمشجع، وأن تكون التذكرة مربوطة بفان اي دي. إذن للمزيد حول استعدادات المنتخب المصري لمباراة الغد والمزيد أيضا عن بطولة الأمم الأفريقية انضم إلينا هاتفيا الأستاذ عبد العظيم راغب الناقد الرياضي. أستاذ العظيم نرحب بك على إكسترا نيوز، وكيف تقرأ وكيف تتابع استعدادات المنتخب الوطني المصري لمباراة الغد مع جنوب أفريقيا في دور 16؟ مساء الخير على كل ضيوف تي بي سي إكسترا نيوز. قبل قليل حقق منتخب بنين أولى مفاجآت البطولة وتأهل إلى دور ربع النهائي أمم أفريقيا بعدما نجح في خطف بطاقة التأهل من منتخب المغرب بعد التغلب عليه في المباراة اللي أقيمت على سلام في ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1 بعدما انتهى الوقت الأساسي الإضافي بالتعادل بهدف منه. استفطار لاعبي المغرب وأولهم حكيم زياش السبب في الخسارة. تلعب وتحصل على ركلة الجزاء وتضيعها، تلعب وقت إضافي وبنين بتلعب ب 10 لاعبين وما تفوز، يبقى أكيد تستحق الخسارة. بتستغني عن عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي ب 34 هدف التمسك بلاعبين بلا اي فاعليه هجوميه اكيد تستحق الخروج. استاذ عبد العظيم حضرتك شايف النتيجه المغرب وبنين التي انتهت منذ قليل وخروج المغرب من دور 16 من البطوله ده انذار لجميع المنتخبات الكبيره في البطوله بعدم التهاون والاستهانه بكل المنتخبات التي نظريا هي الاصغر حجما من بعض المنتخبات تحديدا العربيه الكبيره في البطوله كمصر والجزائر وتونس والمنتخبات غرب افريقيا كوت ديفوار ونيجيريا وغانا وغيرها. صحيح، للامانه منتخب المغرب كان من اولى الفرق المرشحه للبطوله. النهارده منتخب صغير، منتخب بنين، كان دفاعين اكثر تنظيما، لعب على قد امكانياته وحقق اولى مفاجات البطوله. منتخب بنين النهارده عمل مفاجاه، هذه اولى مفاجات البطوله على الجميع، واولهم منتخبنا الوطني عنده مباراه هامه غدا بيسعى خلالها لفك طلاسم العقده الجنوب الافريقيه اللي بلغت 21 عاما. 21 عام لم ننتصر ولم نفز على منتخب جنوب افريقيا. اخر انتصار لينا كان 98 لما تغلبنا على منتخب الاولاد بهدفين في النهائي.
في نهايه البطوله كمان انذار قوي، انذار صريح لجميع الفرق الكبار. طيب النهارده اعلن المنتخب عوده محمد صلاح بعد نزله البرد اللي كان اصابته امبارح وتخلف عن التمرين امبارح، لكن يبدو انه عاد اليوم في التمرين النهائي لمباراه الغد. لكن في الوقت نفسه استاذ العظيم اعلن منذ قليل تغيب الونش او اصابه محمود الونش في المران، هل ده ممكن يؤثر على تشكيل المنتخب غدا؟ اولا النهارده اشيرك المنتخب الصحفي اعلن ان كل اللاعبين جاهزين بلا استثناء باستثناء احمد حسن كوكا اللي تعرض لاصابه في كاحل القدم ومن الصعب ان يلحق بالفريق غدا. محمد صلاح لم يحضر تدريب امس الخميس لاصابته بنزله قلب خفيفه، ولكنه سيشارك في التدريبات الجاريه حاليا استعدادا لمباراه. قبل قليل مدافع المنتخب الوطني محمود الونش تعرض لاصابه خلال مشاركته في المران المقام حاليا على ملعب الكليه الحربيه. غادر الونش المران على خلفيه هذه الاصابه لاطلاق العلاج. بكره لا تغيير على خارطه او التشكيل الاساسي للفريق. اجيري بعض المساعدين او عاد اليه يكون في تغيير ولو في وضع او عدد مكان عبد الله السعيد، ولكن رفض وقال لابد ان احافظ على الكيان الاساسي غدا. استقر المدرب الاسماعيلي بنسبه كبيره على التشكيل اللي هيواجه به جنوب افريقيا غدا. محمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد المحمدي واحمد حجازي ومحمود علاء وايمن اشرف في خط الدفاع، طارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح في خط الوسط، ومروان محسن في حال جاهزيته لانه امس اشتكى من اصابه. في حال جاهزيه مروان محسن غدا سيكون على راس مهاجمي مصر، ولكن ان لم يتيسر فسيكون احمد علي هو البديل المحتمل مكان مروان محسن غدا ان شاء الله. الاستاذ عبد العظيم راغب الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله وعلى كل هذه التفاصيل. نزلنا في بطولة الأمم الأفريقية، حيث يختتم منتخب الكاميرون ونيجيريا تدريباتهم استعدادا لمواجهة غدا في دور 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا. وتأهل الكاميرون للثمن النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف غانا المتصدر، بينما وصل نيجيريا كوصيف للمجموعة الثانية خلف مدغشقر. أعرب معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن سعادته بتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا في مصر بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الدور الأول. وقال حجي في مؤتمر صحفي أن الحكومة المصرية لم تدخر جهدا لضمان نجاح البطولة، موضحا أن تنظيم البطولة جاء في وقت ضيق بالنسبة لمصر. توجهت شركة تذكرتي بالشكر لجماهير الكرة على ما أبدوه من التزام بالإجراءات والتعليمات الخاصة بدخول مباريات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وأكدت شركة تذكرتي أنه في إطار حرصها على توفير كافة سبل الراحة للمشجعين المصريين والعرب والأفارقة ليتمكنوا من مشاهدة مباريات البطولة وتشجيع منتخباتهم، فإنها تهيب بكافة المشجعين ربط تذاكر المباريات ببطاقة المشجع من خلال المنافذ المخصصة على مستوى الجمهورية، سواء كانت تلك التذكرة تم شراؤها من منافذ البيع المخصصة أو تم الحصول عليها كهدية من أحد رعاة البطولة. وحددت شركة تذكرتي يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو آخر أيام بيع تذاكر الأدوار النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بداية من دور 16 ووصولا للمباراة النهائية.